السلام عليكم يا سيد. انا استاذ عادل، ازيك؟ عايز ايه تاخده معاك المدرسه؟ بسكويت بشوكولاته. ماشي، هاته اتنين وانا هاتي اتنين معايا. من عينيا يا استاذ عادل. يلا، ولو عندك شاحن لي باكو شاي منها. تحت امرك يا استاذ عادل. اما صحيت الصبح ما تكسلش. اتفضل يا استاذ عادل، الحساب اول الشهر. تحت امرك يا استاذ عادل. معقول الجمال ده كله ملكي انا؟ حلو عليا الفستان؟ الفساتين بتيجي وتروح، انما الركة على جوه الفستان. طب قولي بقى، عايزه انقي طقم حلو يمشي مع الفستان. مش هتلاقي عندك. ليه؟ ايه رايك في ده؟ ايه رايك انت في ده؟ الله يا شكري، ايه ده؟ ده تحفه، وكانه معمول الفستان. ميرسي يا شكري. ميرسي كده حاف، ده لولي على الماس مش بلاستيك. ميرسي يا حبيبي. تامر بيجي تحت وعايز سيادتك. طب خش خش انت جوه، خش خش. اهلا، مساء الخير يا بابا. خير؟ ابدا، كنت عاوز من حضرتك مبلغ كده. انا مش لسه مديك اول امبارح؟ اصل بوظف في الشقه، وزي ما حضرتك ما عارف الحاجات دي بتحتاج مصاريف كتير قوي. انت مش ناوي بقى تبطل وقعد لوحدك وتروح تقعد مع ست والدتك احسن؟ بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وبعدين انا بوظف في الشقه عشان اتجوز. وعلى فكره انا وجيجي اتفقنا ان كاتب الكتاب يكون اخر الشهر. طب خد خد دولة وعزمنا على الفرح. مع السلامه. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل الوضع البشع ده اكتر من كده. في ايه بس يا احلام؟ في اني حاسه اني زي ما اكون عشيقتك مش مراتك. ليه بس؟ ما هو اول ما ابنك جه احتست واتلخمت زي ما يكون هيظبطك مع واحده من اياهم. شكري، انا يا اما احس اني مراتك بجد يا اما كل واحد فينا يروح في سكه. ما انت مراتك بجد. لا يا شكري، انا مراتك في السر. لازم العقد العرفي ده يتلغي، وجوازها يبقى جواز رسمي ويبقى معلن لكل الناس، واولهم تامر ابنك. احلام، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، واحنا متفقين كده من الاول. بس انا خلاص زهقت، ما بقيتش قادر استحمل اكتر من كده. طب ممكن تاجيل المناقشه بعدين. وليه ما لقيناش دلوقتي؟ عشان احنا دلوقتي خارجين نسهر ونتبسط، وتاخرنا الناس اللي احنا عازمينهم. نتبسط الاول يا حبيبتي، ولما نرجع نتخانق يا حياتي.
صديقي. احمد يا كابتن. صديقتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا احمد يلا اصحى عشان المدرسه. يلا وساتك. صباح الخير. وبحب. صباح الخير. يلا عشان ما تاخرش. لما تقابل زهر وزي النور. لما يقابل عصفور نتقابل ونسلم ونقول يلا خد يا حبيبي اشرب اللبن بتاعك عقبال ما البس انا. اوعى تسيب منه حاجه. وازاي ده حصل وامتى؟ وهحاول اتصل بسعادتك امبارح بالليل فما لقاكش، واتصل بيا في البيت قبل الفجر. وتامر فين دلوقتي؟ المفروض انه هيتعرض على النيابه النهارده. طب اتصل بالاستاذ مجاهد المحامي وخليه ينزل حالا ويحضر معاه التحقيق. اتصلت بيه يا باشا، وزمانه دلوقتي معاه في النيابه. مرسي، احنا لازم نتكلم عن الحكايه دي ونلم الموضوع قبل ما يوصل الجرايد. حكايه زي دي ممكن تاثر عليا وتهز مركزي قدام الناس. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا علي. اصل انا عارف تامر ده من صغره لاني محامي والده من سنين. ما هو والده يبقى شكري عبد الهادي اكيد سعادتك تعرفه. ده راجل من اغنى واكبر رجال المال والاعمال في البلد. الحقني يا استاذ مجاهد، دول بيتوني في الاسم اللي انت امبارح. انت لازم تخرجني من هنا بقى شكل. حاضر يا تامر، اطمن اطمن. اعلن. اسمك وسنك وعنوانك. تامر. تامر ايه بالكامل؟ تامر شكري عبد الهادي. للاسف يا معالي الباشا الاجراءات كلها سليمه والتهمه ثابته عليه. ايه ثابته عليه دي؟ ما كم من تجار مخدرات معروفين عند البوليس والعالم كله وبيتزبطوا متلبسين وبيطلعوا من القضيه زي الشعره من العجين. ايه الكلام ده؟ بيحصل لما بيكون في بطلان في الاجراءات. يعني ايه بطلان في الاجراءات دي؟ يعني يكون مثلا اسم المتهم مختلف عن الاسم اللي مكتوب في اذن النيابه، او يكون العنوان اللي في الاذن مختلف عن العنوان اللي تم فيه الضبطيه، او يكون في اختلاف في كميه المخدرات المضبوطه عن كميه المخدرات اللي تم تحريزها. ومن الاجراءات المهمه في القضايا اللي زي دي التاريخ اللي بيبقى طالع بيه اذن النيابه. لازم الاذن يبقى طالع بتاريخ قبل اجراء التفتيش ذاته مش العكس. وكل الاجراءات دي معموله مظبوط يا متر؟ واضح انهم مراقبينه من فتره طويله ومرتبين له القضيه كويس قوي. الله، هنفضل قاعدين ساكتين كده وحاطين ايدنا على خدنا لحد الولد ما يتسجن؟ انا ما قلتش كده طبعا. انا بوضح لسعادتك موقفه الحقيقي من القضيه زي ما طلبت مني، وبشرح لسيادتك الاجراءات. اجراءات ايه وقانون ايه يا متر؟ القانون ده معمول عشان نلف ونحاوره، انما لو جينا في وشه وتصدرنا هنأذي نفسنا اكتر. يا شكري باشا. مجاهد، من غير احراج ولا زعل انا هجيب معاك محامين تانيين يمسكوا القضيه. تحت امر سعادتك. دي حاجه ما فيهاش احراج ولا زعل. المهم لحد ما نلاقي محامين تانيين تعمل لنا معارضه في حبس الولد لا يمدوا حبسه اكتر من 4 ايام. انا حامل معارضه طبعا، واحاول اخلي الحبس ما يتمدش. وكنت يعني كنت ايه؟ يعني بشك في ده لان القضيه كبيره. اعوذ بالله منك يا اخي. عمال تسددها في وسط الاجراءات والقانون. انت ايه؟ المحامي بتاعي ولا بتاع الحكومه؟ شكري باشا انا مالكش دعوه بالقضيه دي خالص. تحت امر سعادتك. استاذن من حضرتك اي خدمه مني؟ مع السلامه يا اخويا، مع السلامه. ادي المحامي اللي بياخده بالالافات عمال يقول لي اجراءات والقانون. هي الحكايه لو كانت كده كان زمانها خربت. انا النهارده وبكره هكون عتبت لسعادتك على محامي من بتوع قضايا المخدرات. محامي يعرف يسلك في الحاجات دي قوي. محامي انما ايه؟ عقر. ايوه هات لي العقر ده. بعد ما نتغدى ننام ساعتين ونصحى نذاكر الحساب سوا، لان نمره الشهر اللي فات ما عجبتنيش. هو احنا مش هنخرج الليله دي؟ لا. ليه؟ ده النهارده الخميس وبكره اجازه. اصل بالليل في فيلم لاسماعيل ياسين لذيذ قوي، نتفرج عليه وننام ونصحى الصبح نروح النادي. ولا مش عايز تروح التمرين؟ يا شكري بيه ما تقلقش، كل عقده ولها حلال. وانا في الاحوال اللي زي دي بلعب في سكتين. السكه الاولى ان احنا نتوفق ونخرج الولد بكفاله، ولما يبقى بره محبس نقدر نهربه خارج البلاد، ويعني نقدر نطلع له لا سمح الله يعني بعد الشر بعد الشر شهاده وفاه نقدمها للمحكمه وناخد حكم بانقضاء الدعوة الجنائية لوفاة المتهم. بس كل ده مرهون بإن النيابة تطلعه بكفالة.
طب والسكه الثانيه؟ اننا نحاول نشوف ثغره في اجراءات الضبط والتفتيش. ايوه يا متر، بس الاستاذ مجاهد بيقول ان كل الاجراءات مظبوطه جدا من الناحيه القانونيه. يبقى نحاول نلعب فيها. نلعب فيها ازاي؟ باذن النياب. يعني لو قدرنا نتحصل على الاذن ده ممكن نلعب فيه لعبه صغيره قوي. يعني مثلا نغير عنوان الشقه. الشقه في عماره رقم 5 في شارع كذا. نحط جنب الخمسه 1 تبقى ايه؟ 15. وممكن كمان نغير في ميعاد صدور الاذن بحيث نخليه في وقت بعد الوقت اللي حصل فيه التفتيش. وفي كلتا الحالتين ندفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش. بكده تبوظ القضيه وتتفشكل من اساسها. طب واذا النيابه بقى فين ومع مين؟ الاذن وكل اوراق القضيه بيبقوا محفوظين عند سكرتير النيابه ويفضلوا معاه لغايه ما رئيس النيابه يامر باحاله القضيه الى المحكمه. يبقى سكرتير النيابه ده هو الراجل بتاعنا ولازم نوصل له. وده بيبقى موظف كحيان. يعني نديله 1000 2000 ناخد منه الاذن ونلعب فيه زي ما احنا عايزين. مش كده ولا يا متر؟ لا 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 مش كده يا استاذ مرسي، مش كده. قضايا المخدرات مهرها غالي حبتين، خاصة وإن المتهم في القضية ابن المليونير شكري عبد الهادي. مش مشكلة، تفعل اللي هو عاوزه، المهم أخلص من القضية دي بسرعة. لازم نخلص منها بسرعة قوي قبل النيابة ما تحولها للمحكمة وتضيع فرصتنا في اللعب في الإذن. يبقى من بكرة تعرف لي مين سكرتير النيابة ده اللي عنده ملف في القضية، وتروح تقابله وتتفق معاه باللي هو عاوزه. صح صح، برافو عليك يا أبو حميد، حل المسألتين دول كمان عقبال ما اعمل كوباية شاي. حاضر. احمد افتح شوف مين. ازيك يا شاطر؟ مش دي شقة الأستاذ عادل إبراهيم حسن؟ أيوه. هو موجود يا شاطر؟ أيوه موجود. يا بابا، هو عايز حضرتك. أيوه. نعم. أستاذ عادل؟ أيوه يا فندم. أنا فرغلي عبد الدايم المحامي، أنا متأسف قوي إني طبيت عليك من غير ميعاد سابق. لا أبدا، مفيش حاجة، اتفضل حضرتك. يا ساتر. من غير دباجة أو مقدمات، أنا جاي قصدك في خدمة، وكل عشمي إنك ما تكسفنيش. والله الخدمة دي إذا كانت في إيدي أنا تحت أمرك. في إيدك يا سيدي، في إيدك، وأنا اللي تحت أمرك في كل اللي تطلبه. أشكرك، بس فهمني الأول. أنا بقى يا سيدي المحامي بتاع ابن شكري عبد الهادي. ابن شكري عبد الهادي؟ بتاع قضية المخدرات إياها. افتكرته. بس في التحقيق كان حاضر معاه محامي تاني غير حضرتك. انا بقى المحامي اللي ماسك القضيه دلوقتي. تشرفنا. بقى الولد ده يا سيدي مسبب لابوه المشاكل طول عمره بسبب طيشه واستهتاره، لغايه ما ورط نفسه في الجنايه اياها اللي ممكن تقضي على مستقبله وانت خمسك. دي اخره الدلع والاستهتار والفلوس اللي من غير حساب. ما هو قصده الحيله. وحيد ابوه، وابوه مستعد دلوقتي يدفع اي مبلغ قصاد انه ينجيه من المصيبه دي. ايوه بس الفلوس هتعمل ايه في جنايه زي دي؟ دي القضيه لابسه 100%. النيابه موجهه له 3 تهم، التعاطي واداره مسكن للتعاطي والاتجار في مواد مخدره. والعيال اللي كانوا معاه شهدوا انه كان بيبيع لهم المواد اياها دي. ما احنا برضه ممكن نساعده رحمه بيه، وعشان ما نضيعش مستقبل شاب في بدايه حياته. طيب ايه المطلوب مني بالظبط في موضوع زي ده؟ تسلفنا اذن النيابه. اسلفكم اذن النيابه ازاي؟ يعني تديهولي لمده ساعه واحده بالكتير وارجحهولك تاني. فهمت اللي اقصده؟ تقريبا. وشكري بيه طبعا هيقدر الخدمه العظيمه دي، وهيقدرك كويس قوي قوي، لانك انت نجيت له ابنه الوحيد. ايوه بس انا لو عملت كده
ونجيته المحروس ابنه الوحيد، انا هترفد تاني يوم من الشغل، انها هتبقى مكشوفه قوي ان انا اللي لعبت في الورق بتاع اذن النيابه، وساعتها هبقى انا وابني الوحيد مشتاقين للقبض. يرفدوك يا سيدي، يرفدوك ولا يهمك، المبلغ الكبير اللي هيديهولك شكري بيه هيكون اكبر من اللي ممكن تديهولك الحكومه في 50 سنه. دي رشوة صريحة بقى. ليه يا حبيبي تسميها رشوة؟ أمال أسميها إيه؟ رورو؟ على فكرة أنت دمك خفيف أوي، رغم إن شكلك ما يوحشني كده. وشكلي أو حالك إنه مرتشي؟ أستاذ عادل، ما تبصش الموضوع من الزاوية الضيقة دي. يا سيدي اعتبره خدمة إنسانية. شغل بتعمله قصاد مكافأة كويسة. لحظة واحدة أحمد، قلت في النار على الشاي عشان العملية سخنت قوي، ولا ساعتك تحب تشرب شاي برضه؟ لا 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 ما تتعبش نفسك. أحسن، هتدفعوا لي كام بقى مقابل الخدمة الإنسانية دي؟ أكتر أنت. لا سعادتك كلك نظر، أنت قلت لي إنه مستعد يدفع لي قد اللي باخده من الحكومة في 50 سنة. أنا مرتبي في الحكومة مع الحوافز والمكافآت 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه في 50 سنة، في 50 سنة يبقى. لحظة واحدة يا أحمد، هات الكالكليتور بتاعك يا حبيبي. عدم مؤاخذة، ما سبقليش حسبت أرقام كبيرة. شكرا يا حبيبي. أيوه، 200 جنيه في 12 يساوي 2400 في السنة، في 50 يساوي 120,000. أه 120,000. هتدفعوا لي 120,000؟ رغم انك انت بالغت في الحكايه حبتين، لكن ما يغنوش عليك. انا ما بالغتش، انت اللي لسه قايل بعظمه لسانك انكم مستعدين تدفعوا لي مرتب 50 سنة. خلاص يا سيدي خلاص، هندفع لك 120,000. ايوه بس ده المبلغ اللي انت قلته مش المبلغ اللي انا طلبته. يعني ايه؟ يعني انا بقول نخلي المبلغ قد مرتبي في 100 سنة بدل 50، يبقوا 240,000 جنيه. وعشان ما يحصلش لخبطه في الحساب نقفلهم 250,000، يعني ربع مليون جنيه. وبكده يبقى عملنا حساب العلاوات، لان مش معقوله مرتبي مش هيزيد طول ال 100 سنه الجايين. قلت ايه يا متر؟ ما انت شايف ان المبلغ كبير شويه. مرايه يا متر، انت سيدي عارفين دي جنايه مخدرات مش مخالفه مرور. وبعدين ما يكترش على المحروس تامر ابن الملياردير شكري بيه عبد الهادي اللي بيلعب بالملايين. لا يعني ما فيهاش حاجة ما يسيب لي ربع مليون ألعب فيها أنا والواد ابني. على أي حال مش هنختلف. مش هنختلف إزاي؟ قصدك هتدفعوا لي ربع مليون جنيه؟ ندفع يا سيدي، مش خسارة فيك. ربع مليون جنيه على يساوي ده المبلغ يطلع مرتب رئيس النيابة في 41 سنة وست أشهر. ربع مليون جنيه على ومرتب النائب العام في 25 سنة. ربع مليون على ومرتب وزير العدل في 20 سنة. ربع مليون على وقد مرتب رئيس الجمهورية. بالمناسبة هو رئيس الجمهورية بياخد كام في الشهر؟ ما تشغلش انت نفسك بالمسائل دي وقول لي هاخد منك الاذن امتى. اذن ايه؟ اذن النيابه. عشان تلعب فيه اللعب ياه. ايوه ربع مليون. ما تسيبك بقى من بتاع اللي في ايدك دي وكلمني. هاخد الاذن امتى؟ اذنك معاك يا متر. يعني ايه اذن معايا؟ يعني تاخد بعضك من قدام عينيا وتمشي قبل ما خزنك عينيه. يكون في علمك ان انا ممكن اوصل للي انا عايزه في 100 سكه تانيه غيرك. يبقى روح دور على سكه تانيه يا جدعان. روح فين يا بابا؟ ومين الراجل ده؟ ده مش راجل. كان عايز منك ايه؟ كان عايز يديني رشوه فلوس كتير قوي. طب ما خدتهمش منه ليه يا بابا؟ لانه عايز ياخد مننا حاجه غاليه قوي. هو احنا عندنا حاجات غاليه قوي كده؟ ايوه
عندنا حاجة غالية أوي لازم نحافظ عليها مهما كان التمن اللي هيدفعوه فيها. طب فين الحاجة الغالية دي كده؟ هتعرف بعدين. بقى حتة موظف سنكوع زي ما بتقولوا يرفض ربع مليون جنيه؟ أكيد ده مجنون. لا مجنون ولا حاجة، كل الحكاية إنه استقل المبلغ لأنه عارف قيمة اللي هيعمله، وعارف كمان هو بيعمله لمين والابن مين. طب روح قابله تاني وشوف طلباته إيه. ما افتكرش إن احنا هنوصل معاه الحل بسرعة، واحنا لازم نخلص المسألة دي في أقرب وقت قبل القضية ما تحال للمحكمة. يعني هنعمل إيه؟ ما تقلقش يا شكري بيه، ما تقلقش، أنا هوصل للإذن ده من سكة تانية. أنهي سكة تانية؟ ما تقلقش. معقولة الورقة المحندقة دي بربع مليون جنيه؟ اعمل لك كوبايه شاي يا استاذ عادل. اعمل يا مجنون. ايه ده؟ شاي ليه؟ هشربه دلوقتي. الساعه بقت 3، اختك عاملاها غدا وزمانها مستنيانا على نار. خلاص شك عشان مجنوني. شك عشان مجنوني. ايه يا عادل؟ في ايه تاني؟ لا قبل بس الم الورق الغريب اللي قدامي ده. المسبك ده يا عدنون، لعلمك بقى الغدوه المخصوص دي معموله عشان مجيتك انت هنا. والله جيت الحق بقى، انت المفروض تشكر سلوى لان هي اللي عملت الاكل ده كله، انا يا دوب كنت بساعدها. تسلم ايديك يا انسه سلوى. ميرسي بالهنا والشفا. ها ايه رايك؟ الحقيقه الغدوه تمام. غدوه ايه؟ انا بسالك عن رايك في سلوى. مسبكه برضو. يعني نقول مبروك؟ بابا هي عمتي هناك كانت عازمينا ليه النهارده؟ عادي. عادي بجد ولا في سبب معين؟ قصدك ايه يا ابو حميد؟ يعني العروس اللي جايبها لك. الله، ما انت قاعد مفتح للامور كلها اهو. بابا هو انت عاوز تتجوز؟ انت ايه رايك؟ هي العروسه دي احلى ولا ماما كانت احلى؟ ليه فتحت السيره دي؟ اصل عمتي هنا قالت لي على حكايه الجواز دي وطلبت مني ان اقول لك ان انا موافق على انك تتجوز. اما ست عجيبه حقيقه. يا ريت ماما ما كانتش ماتت. احمد بابا انا مش عاوزك تتجوز، انا عاوزك ليا لوحدي. انا طول عمري ليك لوحدك وعمري ما هسيبك ابدا. يعني مش هتتجوز وتجيب حد يعيش معانا؟ ابدا. وانا كمان مش هتجوز عشان ما اسيبكش. لا 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 ما تقولش كده، ده انت حاجه تانيه خالص. ده أنا عايش وكل أملي أشوفك كبرت وبقيت عريس، ووعد هرقص لك في فرحك بنفسي. يعني إيه ملقاش إذن النيابة في الدولاب؟ بقول لحضرتك فتش الدولاب ورقة ورقة، لا لقى الإذن ولا لقى حتى ملف القضية. أكيد خفاف حتة تانية بعد ما عرف إن إحنا عايزين نوصل له. أيوه بس معقول يكون توقع إن إحنا ممكن نعمل حاجة زي كده؟ الواد ده مش سهل يا جماعة. Thank you.
مدبولي يا مدبولي. صباح الخير يا استاذ عادل، حالا هجيب لك الشاي. لا لا تعالى، مفيش داعي للشاي، خش عايز اكلمك في حاجه. خير يا استاذ عادل؟ في حاجه؟ خير يا استاذ عادل؟ في ايه؟ مين فتح الدولاب امبارح؟ دولاب ايه؟ الدولاب ده، الدولاب ده، الدولاب ده. ما اعرفش. انت انت ولا طلع روحك في ايدي، انت اللي فتحت الدولاب ولا حد منهم؟ حد مين؟ انا ما اعرفش حاجه عن اللي ده. انت انت ولا خلص عليك. الحقوني بيموتني. مين اللي فتح الدولاب؟ الحقوني. مين اللي فتح الدولاب؟ ما اعرفش حاجه. الحقوني. انا ما اعرفش حاجه عن ده. هيموتني. اسود ربع مليون جنيه ومستعدين يدفعوا اكتر. دي ناس عندها الفلوس بالكوم ملهاش حساب. طب انت ايش عرفك ان مدبولي هو اللي فتح لهم الدولاب او هو اللي ساعدهم على كده؟ هيكون من غيره؟ هو اللي معاه مفاتيح اوضنا وهو اللي بيخش ينظفها بعد ما نمشي. وديت الملف فين يا عادل؟ اخدته معايا البيت. ربنا الهمني ان حاجه زي دي ممكن تحصل، قلت اخده عندي اضمن لحد القضيه ما تتحول للمحكمه، اسلم الملف يبقى الموضوع خرج من ايدي سليم. وليه ده كله؟ ما تبلغ رئيس النيابه وتخلي نفسك من المسؤوليه. وليه اخلي نفسي من المسؤوليه؟ عشان ما تدخلش نفسك في مشاكل مع ناس ايدهم طايله زي دول. ايوه بس انا الحكومه بتدفع لي مرتبي عشان احافظ على الدوسيه ده طول ما التحقيق شغال لحد ما اسلمه للمحكمه. يا عم عادل، احنا شويه موظفين غلابه، لا في مصلحتنا ولا في وسعنا ان احنا نخش في مشاكل مع غلان وحيتان زي دول. شوف يا فتحي، من 20 سنه البلد دي امنتنا امانه غاليه وحطت على كتافنا مسؤوليه كبيره. وقتها كان في ناس كتير بيحاولوا يشككونا في نفسنا ويفهمونا ان احنا مش قد اللي هنحاربهم، وانهم قادرين يمسحونا من على وش الارض لو فكرنا نهوب ناحيتهم. وحاربنا، حاربنا حيتان وغلال اقوى مره من اللي انت بتقول عليهم. وبارادتنا وتوفيق ربنا وبالتخطيط السليم قدرنا نكسر سكتهم. تفتكر واحد شال مسؤوليه زي دي في يوم من الايام هيخاف يشيل مسؤوليه حته ورقه صغيره؟ في فرق كبير قوي في الحالتين. ابدا. دي كانت مسؤوليتي وانا مجند، ودي مسؤوليتي وانا موظف. في الحرب كنت بتدافع عن البلد، دلوقتي بتدافع عنه. عن قانون البلد. وهتاخد ايه؟ ما ليك حاربت وعرضت نفسك للنار والموت، اخدت ايه؟ ادوك النشان ده تعلقه على الحيط، وبعد كده رموك على مكتب، مجرد موظف صغير، زيك زي ملايين الموظفين اللي بيستجدوا علاوه او يتنشأوا على مكافأة، والغلا كويهم ليل ونهار. يا راجل سيبك من الكلام ده. بلا مسؤولية بلا أمانة بلا بلد. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبي. ازيك يا عم فادي؟ ازيك حبيبي. يلا خش غير هدومك على ما احضر لك الغدا. على فكره يا فتحي، الوسام ده مش قليل، ده غالي قوي بس انت اللي مش واخد بالك. يا عادل عادل. عم فتحي. ايوه حبيبي. هو بابا مين؟ لا يا حبيبي مفيش، بس في ناس عايزين يشتروا منه الوسام ده بربع مليون جنيه. تفتكر يبيعه ولا ما بيعوش؟ طب لو انت كنت مطرح كنت وافقت ولا ما وافقتش؟ ليه بتسالي السؤال ده؟ ابدا. طب لو انت كنت مكانه تفتكري كنت هتقبلي ولا ترفضي؟ كل واحد فينا بيرمي الكره للتاني، زي ما نكون مكسوفين نقول اللي جوانا بصراحه. كنت هتقبلي؟ مش كده؟ كان نفسك القضيه دي تكون معاك انت، مش كده؟ حقيقي الموقف صعب قوي. أنا دلوقتي بقدر القلق والحيرة اللي عادل واقع فيها. عادل أخويا لا قلقان ولا حيران، لأنه محدد موقفه من البداية كويس أوي، ولو الدنيا كلها اتجمعت مش ممكن يغير رأيه، ده أخويا وأنا عارفاه كويس. أنت بتتكلمي كده كما لو كنت معجبة بالموقف بتاعه ده. ما أقدرش أنكر إن أنا معجبة بيه. مين في اليومين دولت ممكن يرفض عرض زي ده؟ أنا طبعًا لو مكانه بقى ممكن. أنت معجبة بيه. إيه؟ كون إن أنا معجبة بموقف عادل دي حاجة، وكون إن أنا موافقة عليه دي حاجة تانية خالص. خلاص الجرايد مالهاش سيره غير عن ابن المنورين الشكري الزفت اللي بيشم كانها اول قضيه مخدرات، وكان البلد ما فيهاش اخبار الا الشمامين. استاذ فغاني محامي عايز سعادتك. ايوه
هيا فرغلي. ايه؟ لا كده؟ طب تعالي بسرعه. جددوا حبس تامر 15 يوم تانيين. على اي حال ده احسن، لانه هيدينا فرصه نساوم فيها سكرتير النيابه، او نشوف اي طريقه ناخد بيها اذن النيابه قبل ما يروح مع ورق القضيه على المحكمه. اكيد الواد سكرتير النيابه ده كان عارف انه هيمدوا حبس تامر، عشان كده ما رضيش يدينا عقد نافع. حب يلعب باعصابنا عشان يجبرنا ندفع له اللي هو عاوزه. في واحد جه بره عايز يقابل سعادتك ضروري بخصوص قضيه تامر بيه. مين ده؟ بيقول ان سكرتير النيابه. طب روح قول له شوف يشرب ايه وانا وراك على طول. تفتكر جانينا؟ ودي محتاجه سؤال؟ اكيد جاي يرفع السعر ويقبل. اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا وسهلا. اهلا شكري بيك. اهلا وسهلا. استاذ عادل ابراهيم حسن سكرتير النيابه. احلام هانم. مراتي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. اتفضل اتفضل يا استاذ عادل. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عادل؟ في الحقيقه انا مش عادل. ايه؟ انا فتحي حسين زميله في النيابه وجوز اخته. امال الاستاذ عادل ما جاش معاك ليه؟ مكسوف مننا ولا اعلان علينا مش عاوز يقابلنا؟ لا ابدا يا فندم، عادل ما يعرفش ان انا جاي. انا جيت لحضرتك بعد ما عرفت تفاصيل الموضوع. وعرفتها منين؟ من عادل نفسه، هو قال لي كل حاجه بالتفصيل. انا اقدر اجيب لحضرتك اذن النيابه. هتجيبه ازاي؟ من عادل. انت لسه بتقول انه ما يعرفش انك جاي لنا، ولا قصدك تقول انك هتقدر تقنعه يعني؟ لا انا هاخده منه من غير ما يعرف. طب وانت عارف هو مخبي ملف القضيه فين؟ ايوه عنده في البيت. وهتجيبه من بيته ازاي؟ انا هجيبه. هناء دي اخته؟ ايوه ومراته في نفس الوقت. مرات حضرتك؟ ايوه. وحضرتك متفق معاه؟ ايوه اتفقنا على كل حاجه. بس ايه؟ حضرتك كنت عرضت على عادل 250,000 جنيه، بس المسألة دلوقتي هتختلف شوية. هتختلف ازاي يعني؟ احنا دلوقتي بقينا اتنين، انا وهناء. وانت شايف ان المسألة هتختلف بقد ايه؟ 500,000 جنيه. 500,000؟ مش شايف انك زودتها اكتر من اللازم؟ يا هانم حضرتك عارفة ان قضايا المخدرات ليها وضع خاص، واظن مبلغ زي ده مش خسارة في براءة تامر بيه، ده ما يساويش يوم واحد من ايام السجن. شوف يا استاذ فتحي، احنا مش هنختلف على المبلغ اللي انت عاوزه، بس هتجيب لي اذن النيابه امتى؟ بكره يكون عند حضرتك. يبقى اتفقنا، حضرتك تسلمني اذن النيابه اسلمك 500,000 جنيه. بس يا ريت حضرتك تديني دلوقتي نص المبلغ، وبكره لما اجيب لحضرتك اذن النيابه تديني الباقي. ليه؟ مش مستعملني؟ لا ابدا لا سمح الله، بس اصل مفيش اصل ولا فصل، انا وافقتك على المبلغ اللي انت طلبته على اساس تسلمني الاذن في ايدي. اتفقنا؟ تحت امرك، مفيش مشكلة. بكرة الإذن هيكون عند حضرتك. وأنت من دلوقتي اعتبر الفلوس في جيبك. طيب، أستأذن. مع السلامة. إيه رأيك في اللي سمعتيه ده؟ كله كده، بس دي هيوصلنا للي إحنا عايزينه. يعني إيه؟ يعني الحكاية وما فيها إن عادل هو اللي باعت جوز أخته، يعمل علينا التمثيلية دي عشان يزود المبلغ. أنا جاي الخاطر ده برضه. مش مهم مين اللي هيجيب الورق، المهم من الورق يجي. مفيش ازاي؟ انت من الصبح شارب نص علبة سجاير ودي مش عادتك. انت بتشرب 3 4 سجاير في اليوم. ايه متخانق مع هناء؟ لا لا انا وهناء كويسين خالص. يبقى الفلوس هي السبب. فلوس؟ فلوس ايه؟ انت هتخبي عليا يا فتحي. اخبي ايه ده؟ اصل كل الموظفين بعد يوم 15 بتبقى حالتهم عيطه، خصوصا المتجوزين. انا مستعد اسلفك مبلغ تمشي بيه حالك لحد اول الشهر. خد ادي 20 جنيه بحالها. يا عادل مش عايز فلوس يا عادل. امسك انت هتتكسف مني؟ ده احنا اصحاب قبل ما تبقى جوز اختي. هدي كل الناس زيك يا عادل. كل ده عشان اديتك 20 جنيه؟ ده انت الظاهر واقع قوي.
واقع الواد ده ماله؟ اوعى يكون بيحب على اختي. الو؟ لا الاستاذ فتحي مش هنا. لا هو موجود بس مش على مكتبه. مين اللي بيتكلم؟ طب الاستاذ عادل موجود؟ ايوه يا هناء انا عادل. الو الو هو صوت هناء قفلت السكه دي. الو الظاهر الخط اتقطع. يا خسارة يا هنا، للدرجة دي كنت عليك تبيعيني بفلوس حرام؟ مفيش فلوس حرام، الفلوس كلها حلال. الحرام بجد هو اننا نرفض ثروة زي دي نزلت علينا من السماء علشان ترفعنا لفوق. الحلال والحرام مش لينا احنا، دول الأغنياء اللي عندهم قدرة يقولوا اه ويقولوا لا، لكن الغلابة اللي زينا ما يقدروش قدام ثروة زي دي يقولوا لها لا. لا 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 مفيش حاجة يا حبيبي، مفيش حاجة. إيه الأخبار يا مرسي؟ فتحي ما عرفش يجيب الورق. إزاي؟ عادل طب علاقته في الشقة وهي بتاخد الملف. الحكاية دي طولت قوي يا مرسي. الواد ده لعب بينا كتير. إحنا اتأكدنا دلوقتي إن ملف القضية عنده في البيت. عاوز الورق ده كله يكون عندي هنا في الفيلا قبل ما يطلع النهار. بابا هو الظاهر عندنا ضيوف جوه. امسك اطلع فوق واوعى تنزل الا لما اندهلك. Thank you.
معقول يا مرسي؟ خمس رجاله زي البغال ومعاكوا سلاح كمان، ما تعرفوش تجيبوا حته ورق قد كده؟ المشكله انه بعد اللي حصل ده اكيد هيبلغ النيابه عشان يحمي نفسه ويضمن انكم ما تتعرضولوش تاني. ولعلمك يا شكري، الراجل ده لو بلغ مش تامر بس اللي هيتاذي، ده كلكم هتروحوا في الرجلين. يبقى مفيش قدامنا غير اننا نخلص منه خالص. وما خلصتوش منه امبارح ليه يا فالح؟ يا مدام احنا لعلمك بقى، احنا مش هنقدر نعمل معاه دلوقتي اي حاجه. ازاي بقى؟ لانه لو اتاذى منكم باي شكل انت اول واحد هتتهم فيه، لانك الوحيد اللي له مصلحه في اذيته. مش يمكن ما يكونش بلغ والحكايه اللي عملناها فيه دي هوشته وتخليه يجي يتفق معانا على اللي هو عاوزه؟ على اي حال خلال الكام ساعه اللي جايين دول هيحصل حاجه من اتنين، يا هيجيب الورقه ويطلب الفلوس، يا هيجيب لنا البوليس والنيابه، وساعتها هندخل في سكه عتمه اخرتها سد. انا ما كنتش متخيل ان الحكايه هتكبر كده في بحر خمس ست ايام. يبقى احنا لازم مواظبين. ايوه، في واحد جه تحت بيقول عايز يقابل حضرتك ضروري. اسمه ايه؟ بيقول ان اسمه عادل ابراهيم حسن من النيابه. تعال. اهلا وسهلا استاذ عادل، فرصه سعيده قوي انك شرفتني بيك. ما افتكرش انك هتعتبرها سعيده لما تعرف انا جاي ليه. خير. ما تخافش يا شكري بيه، انا مش جبان عشان اضرب على حد اخوانا. انا جيت ارجع لك المسدس، اصله وقع من عيل من العيال اللي انت بعتهم لي امبارح. استاذ عادل، ممكن تهدى كده وتقعد عشان نعرف نتكلم ونتفاهم؟ ما افتكرش في بينا موضوع ممكن نتفاهم عليه. واذا كان قصدك على اذن النيابه، افتكر اني بعت لك ردي مع الجدع اللي انت بعته لي يعرض عليا ربع مليون جنيه رشوه. على فكره احنا عرضنا بعد كده نص مليون جنيه على جوز اختك. نص مليون جنيه؟ كنت هتدفع لفتحي نص مليون جنيه؟ ايوه، ومستعد كمان ادفع لك ضعف المبلغ ده عشان ما جيتك عندي وعشان ما تزعلش من سوء التفاهم اللي حصل امبارح. ضعف الرقم؟ يعني مليون جنيه؟ مليون جنيه مش خساره فيك ولا في اللي ممكن تعمله عشان تامر. استاذ عادل، انا هكلمك كأب وانت برضو اب، يعني تقدر تفهم اللي حلولك كويس قوي. انا عملت كل ده علشان أأمن مستقبل ابني الوحيد، مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أطلعه من المصيبة اللي هو واقع فيها. أيوة، بس المصيبة اللي هو فيها لعدم إحساسه بأي مسؤولية، وكل اللي أنت عملته له خلاه يحس إن الدنيا سهلة من غير تعب. مفيش حد ما بيغلطش، مش من العدل والإنصاف إن نضيع مستقبل شاب عشان غلطة زي دي بيغلطها زي الشباب كتير كل يوم. إذا كنت أهملت في تربيته فديني بدفع الثمن، مستعد ادفع اي ثمن علشان ابني الوحيد. متاخر ده قوي يا شكري بيه، للاسف عقبال ما فقت من غلطتك كان ابنك وقع في غلط اكبر من كل الملايين اللي عندك. انا مستعد ادفع لك اللي انت عاوزه. شكري بيه، بالملايين اللي عندك تقدر تشتري اي حاجه في الدنيا، لكن صعب تشتري بني ادمين. اذا كنت فاهم ان بحته الورقه اللي معاك دي تقدر تلوي دراعي وتقف قصادي وتتحداني تبقى غلطان. لسه ما اتخلقش اللي يتحدى شكري عبد الهادي. على فكره الورقه اللي انت عامل لي بطل بيها دي ما تلزمنيش، انا ممكن العب في القضيه دي بمليون سكه تانيه زي ما انا عاوز. من مليون سكه تانيه ممكن، لكن عن طريق انا لا، لان الطريق معايا مسدود وسككي كلها مقفله. انا ما اعرفش حاجه اسمها سكك مقفله، انا انفذ في الحديد بشويه العيال اللي انت بعتهم لي. شوف يا جدع، انت اذا كنت فاهم من عوده النقص اللي عندك دي هتخليك تتصور انك تساوي راسك براسي تبقى غلطان. انا شكري عبد الهادي راسي فوق فوق قوي. شوف يا شكري يا عبد الهادي، قسما بجلال الله لو حاولت خطوه كمان في الطريق ده لكن جايب راسك اللي فوق فوق قوي دي على الارض عشان اعرفك قيمتك كويس، وبالمره افك عقده النقص اللي عندي. لم لسانك يا جدع انت، واعرف بكلم مين. عارف انا بكلم مين، بس سيادتك تطلع مين؟ ما يصحش اللي زيك يتكلم وسيده واقف. خلي البيه بتاعك يقول اللي نفسه فيه عشان اعرف هو قد الكلام اللي بيقوله ولا بس طلع الكلام في الهوا. سلام يا بهوات. يا مؤاخذة، نسيت اديك دوايا.
على فكره الرجاله بتوعك مش جبن وبس، لا دول اغبياء كمان. اسمع يا مرسي، المساله دلوقتي مش مساله اذن نيابه وقضيه، لا دي مساله كرامه ورد اعتبار، لان لما ولد سيده يوطن يحط راسه براسي يبقى اضرب نفسه بالرصاص احسن. ما تقولش الكلام ده يا باشا، ده هو اللي انضرب ب1000 رصاص. لا قتله مش هيشفي خليلي، لازم اذله، لازم نجيبه هنا واخليه يركع تحت رجليا. هيحصل يا باشا وشرفك، قبل الليله دي ما تعدي هيكون ده حصل. وإيه اللي أخره لغاية دلوقتي؟ مش في المدرسة وما رجعش البيت لغاية دلوقتي. يا لهوي، يعني هيكون راح فين؟ ما انا جاي اعرف منكم. واحنا هنعرف منين بس؟ البهوات اللي حرضوكوا قبل كده على سرقتي اكيد خطفوا ابني النهارده. يا تقولوا لي الواد فين؟ يا هطلع روحكم انتوا الاثنين في ايديا. انت متصور ان احنا ممكن نعمل حاجة بدور احمد؟ للاسف تعمل اكتر من كده. يا عادل والله العظيم ليش؟ انا ما اعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده غير منك دلوقتي. يبقى تقول لي على عنوان المحامي اللي جاي يتفق معاك على سرقتي. خطفي ايه واطفال ايه يا حضرت؟ انت هنا في مكتب محامي كبير محترم، ما انتش واكل عصابة. بقول لك ايه؟ نعم. شغل الالباندا ده مش عليا. انطع والا قسما بالله هطربع المكتب ده كله فوق دماغ حضرتك. اوه انا علاقتي ايه يا استاذ؟ ما تروح لشكري عبد الهادي وتساله عن ابنك؟ رحت له من شويه لقيته مسافر، او عامل انه مسافر عشان يبعد نفسه عن اي حاجه ممكن تحصل. وبما انك الوكيل بتاعه فانا مش هسيبك الا لما تقول لي هو فين او مخبي ابني فين. فاهم؟ فاهم. اللي ممكن يقول لك الحاجات دي كلها مرسي مش انا. مرسي مين؟ مرسي سكرتيره الخاص ودراعه اليمين، هو اللي يعرف عنه كل حاجه. انا في انتظارك، مليت انا في انتظارك. مستني الجو؟ معلش مالكش نصيب. قوم قوم اقعد يا راجل، ده مفيش اجمل من القعده مع الرجاله. انت عايز مني ايه؟ انت عارف انا عايز ايه؟ انا اوعى تقول انك ما تعرفش مكان احمد. بقول لك ايه؟ لو حاولت تستعمل معايا الاسلوب ده ثاني مش هتشوف ابنك خالص. يا راجل ما تقولش كده وتف من بقك. ما تف. بس انت طلعت واد رومانسي يا مرسي. ورد وخمره وفاكهه وشمع. جميل الشمع ده. بتخاف من النار يا سوسو؟ لو مش عاوز الشمعة دي تتخزق في عينيك وهي والعة قول لي مكان أحمد فين؟ مش قبل ما تجيب إذن النيابة. حياة أحمد ابنك قصاد براءة ابن شكري بيه. النوبة اللي فاتت جت في خدك، المرة دي في عينيك لما قلتليش أحمد فين. استنى 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 هقول لك يا ريتو كان سمع كلامي وبلغ من الأول، ما كانش حصل لنا ده كله.
ده هتغلطوا علشان يتصرف صح؟ ما غلطوش، بالعكس انا كنت اتمنى اكون زيه. من يوم ما اتعرفت عليه وصاحبته قبل ما نتجوز بكتير، وانا بتمنى اكون زيه. عارف لو العنوان اللي قلت لي عليه ما طلعش مظبوط هعمل فيك ايه؟ هرجع لك تاني واخلص عليك. باي باي يا سوسو يا بتاع الليالي الحمراء. انت جبت العربيه دي منين يا بابا؟ دي استربتها من جماعه اصحابي. اهي دارت ايه؟ ولا علينا الراديو بقى سمعنا حاجه تهدي اعصابنا. ثلاث ساعات بتلبسي احلام. خلاص يا روحي انا جاهزه، قول لي ايه رايك؟ يجنن. يلا بينا. يلا. خدي رد انت. لو مرسي بس خليها اكلمه. الو؟ لا شكري بيه مش هنا. يا ريت لما يرجع تخليه يروح لمرسي بتاعه. اصل في ناس مكتفينه ومكممينه في شقته. ويا ريت كمان تبلغيه ان انا رحت جبت احمد من العزبه اللي كانوا خاطفينه فيها. فهو واقف معايا اهو كويس الحمد لله. وبيسلم عليكم. مين اللي بيتكلم؟ انا ابو احمد اللي كنتوا خاطفينه. مع السلامه يا مدام. مش حضرتك المدام برضو؟ شكرا. يلا بينا بقى ناخد تاكسي. تاكسي ليه يا بابا؟ ما احنا معانا العربيه. لا دي مش عربيتنا، احنا هنسيبها لاصحابها بقى. ايه الحل مع الواد ده؟ تهديد ما بيتهددش، فلوس ما بياخدش، عافيه ما بتنفعش معاه. عارف احنا غلطتنا في ايه يا شكري؟ ايه؟ احنا عملنا حساب كل حاجه، لكن في شيء واحد ما عملناش حسابه. ايه هو؟
ان الراجل ده يكون انسان شريف فعلا، مش بتاع فلوس ولا رشاوي. اللي يرفض مليون جنيه في لعبه صغيره زي دي ما بقاش شريف، يبقى مجنون وحمار كمان. سميه زي ما تسميه، بس لازم تعرف ان الناس اللي من النوع ده العافيه ما بتجيبش معاهم نتيجه مهما كانت قوتك. الظاهر ان سكك كلها مقفله زي ما قال. لا بس احنا اللي دخلنا له من سكه غلط. امال ايه بقى السكه الصح؟ تديني كام واقول لك. انت عرضت عليه مليون جنيه عشان يديك الورقه، تديني انا كام لو جبت لك الورقه والملف كله كمان؟ لو وصلتني فعلا اللي بتقولي عليه وخليتيني اكسر شوكه الواد ده انا رقبت ليك. رقبتك ما بتاعتي من اصله يا حبيبي، انا عايزه حاجه تسوي اللي هعمله. انا هبرق لك ابنك الوحيد وهبعد عنك التاشير والفضايح اللي ماليه الجرايد، والاهم من ده كله هنتقم لك من سكرتير النيابه اللي اتحداك وحط راسه براسه. شوف انت بقى كل ده يساوي عندك كام؟ لو الامور تمت زي ما بتقولي كده يبقى اللي تطلبيه مش خساره فيكي. فاكر حته الارض اللي خدتها في المعادي وقلت هنبني عليها فيلا جديده؟ بس كده، من بكره هجيب المهندس والمقاول واتفق معاهم على البنا. الاهم من البنا انك تكتب الفيلا والارض باسم. الفيلا والارض؟ ايه كتير عليا ولا هعمله لك؟ عارف لما كنتش حاسه قد ايه انت بتحبيني كنت قلت عليكي ماديا. في طلب تاني اهم عندي من الارض والفيلا. طلب ايه ده كمان؟ نعلن جوازنا، نقطع العقد العرفي ونكتب كتاب رسمي ويبقى جوازنا معلن لكل الناس. بسمتك ده وقت ونفتح الموضوع ده. الموضوع ده هو اللي هيخلصك من كل المواضيع التانية اللي قلقك وقلب حياتك وكيانك. قلت ايه؟ طب قولي لي ايه اللي انت رسماه وايه اللي ناويه تعمليه. بقول لك يا ابو حميد، فاكر خالتك نجوى اخت ماما الله يرحمها؟ اه، اللي ساكنه في اسكندريه. برافو عليك. ايه رايك تروح تقعد معاها اسبوع هناك؟ بجد والنبي يا بابا؟ بجد، وانا بكره اعدي على المدرسه اخد لك اجازه وهتفسحني هناك وننزل البحر سوا. انت هتقعد معاها لوحدك؟ انا مضطر اقعد هنا عندي شغل مهم قوي. اقعد معاها لوحدي يعني ايه؟ يا تيجي معايا يا بلاش خالص. معلش يا حبيبي، في ظروف بتخليني لازم اوديك هناك اليومين دول عشان ما يحصلكش اللي حصل النهارده. وبعدين انا مش هغيب عليك كتير، كلها اسبوع وهجي لك على طول. بس انت هتوحشني قوي يا بابا، انت عمرك ما سبتني لوحدي قبل كده. على عيني يا احمد، انا مضطر اعمل كده عشان ابقى مطمن عليك. لا لا، مش هسافر مش هسافر. أنا لا يمكن أوافق على اللي بتقوليه ده. شكري، دي آخر محاولة هنعملها عشان نخلص من الحكاية دي ونطلع منها على خير. مفيش وقت نتشاور ونتناقش، القضية كلها كام يوم وتتحل المحكمة، وساعتها الموضوع هيخرج من إيدينا. يخرج من إيدينا ويروح في 60 داهية مش مهم، إنما أنا لا يمكن أوافق على اللي أنت عاوزة تعمليه ده. ويهون عليك تامر ابنك الوحيد. عاوزة تقولي إنك بتعملي كل ده عشان تامر؟ عشان تامر وعشانك. وعشان الفيلا والأرض وعاد الجواز. ما يمنعش ان كلنا نستفيد وهنبقى ضربنا كام عصفور بحجر واحد. الدرجه دي بتحب الفلوس يا احلام؟ انت ايه بتكرهها؟ لا. والله وليك وحش يا ابو حميد، تمشيت العصاري ملهاش طعم من غيرك. احمد يلا حبيبي عشان تتغدى. ماليش نفسي اتنطنط. ازاي يا حبيبي ده انت ما اكلتش طول النهار؟ هو بابا لسه ما اتصلش في التليفون؟ لسه، لكن زمانه هيتكلم. تحب تجيبها بالذوق ولا ناخدها منك بشكل تاني؟ لو معايا هنا هديها لكم بالذوق طبعا،
بس لو مش معايا هضطر اروح اجيبها لكم البيت. عموما ما تقلقوش، بس انا ساكن قريب هنا في المقطع. قول لنا على مكانها نجيبها احنا، وخليك انت مستريح في الطراوة. مستريح في الطراوة؟ حلوة دي. قلت ايه؟ هتجيبها بالذوق ولا هتعصلك معانا وتجيب لي نفسك الأذية؟ والنبي يا ابني الله لا يسيئك، خد اخواتك وغور من وش السعادي. لحسن الظهر اليوم الاسود ده مش هيعدي على خير. علينا ولا عليك؟ حسب. إذا مشيت وسبتوني في حالي هيبقى خير. وإذا ما مشيناش؟ بسيطة. أمشي أنا ولا تزعلوا. فتكوا بعافية. أنت هتهزر؟ قلت لك فتكوا بعافية. خلصنا بقى. بيضربوك، اركب معايا نحصلهم او نروح نبلغ البوليس. لا مفيش داعي. لو تكرمت يا ريت توصليني لاول الطريق. طب اتفضل يا اتفضل. انت مجروح، تحب نروح مستشفى؟ مفيش داعي، ما تسحقش. اشكرك. كانوا عايزين منك ايه الناس دول؟ دول ناس هايفين بيرموا بلاهم. اللي يتهجموا على حد بالشكل ده يبقوا مش هايفين، يبقوا مجرمين. ما هم المجرمين هايفين. لو سمحت يا عناصر الشارع نزليني. انت ساكن فين؟ هنا في المقاطع. طب اوصلك لحد البيت؟ مفيش داعي اتعب سيادتك اكتر من كده. لا ابدا لا تعب ولا حاجه، قول لي بس امشي ازاي؟ الفتحه اللي جايه نطلع يمين. الحقيقة مش عارف أشكر حضرتك إزاي يا مدام منى. كان نفسي أقول لحضرتك اتفضلي بس. طبعا المدام هتمانع وهتعمل لك سين وجيم. لا أنا عايش لوحدي. طب وعندك بن كويس؟ تحت أمرك. خلاص أنا قبلت عزومتك. اتفضلي. معلش البيت مش قد المقام. اتفضلي. دقيقة واحدة بس أغسل وشي أديل أثر العدوان وبعدين أعمل لحضرتك القهوة. حضرتك هتبيع إيه؟ مظبوط. سافر يقعد يومين عند جماعه قريبه. انت كنت ظابط في الجيش؟ لا مجند. والوسام ده خدته في الحرب؟ ايوه. معنى كده انك بطل كبير. لا
لا كبير ولا حاجة، اتفضلي لحسن القهوة تغلط. معقولة بطل كبير زيك يبقى عايز دلوقتي كده موظف زي ملايين الموظفين العاديين؟ الحرب انتهت خلاص، هشتغل ايه؟ هنحارب الناس في الشوارع؟ مش الفكرة، بس المفروض ان بطل زيك يبقى له مكانة ووضع خاص في البلد. انا عايش كويس والحمد لله، مفيش حاجة ناقصاني. انما انت عرفت ازاي ان انا موظف؟ يعني هو يا اما هتكون بتشتغل موظف يا اما بتشتغل في التجارة او راجل اعمال. وطبعا منظر البيت ما يوحش اني تاجر او من رجالة الاعمال. انا اسفة مش قصدي. لا ولا يهمك، اصل الموظفين بيتعرفوا من شكلهم وعشتهم. فكرني بأسود أيام عشتها في حياتي. يا ساتر، الصورة وحشة للدرجة دي؟ أنا مش قصدي، بس أصل العبارة واضحة. أصل أنا أساسا من السويس، كنت عايشة هناك مع عيلتي وقت الحرب. وفي غرم الغارات اتقلبت السويس جهنم، فضلت المدافع ترمي قنابل على البلد لحد ما هدت نصها. بيتنا كان من البيوت اللي وقعت تهدد على اللي فيها. كل اهلي راحوا وما نجيش منهم خيري. انا طفله عندها 10 سنين، راح منها كل اللي ليها واللي حواليها. فجأة لقيت نفسي مرمية في الشوارع وسط الموت والخراب والنار، تحت رحمة الناس اللي ما بيرحموش. أنا آسف إذا كانت صورتي فكرتك بالأحزان دي كلها. مفيش حاجة بتتنسي، بس أول واحد يلهي نفسه في الدنيا اللي حواليه عشان الحياة تمشي. اسمك بقى من الدراما والنكد ده، خلينا نغير الموضوع. أنت ما قلتليش هما الناس دول اتهجموا عليك ليه؟ بعد اذن سعادتك يا باشا، بعد ما احلام هانم تضرب ضربتها مع الواد ده انا هيبقى لي معاه تصرف تاني. بتتصرف يا اخي وانا كنت بناتك. لا بس انا حبيت اقول لسعادتك يعني، لان انا مش هسيب اللي حصل ده لو انطبقت السما على الارض. اه بس خلي بالك المره دي الحكايه بتعكس معاك، بدل ما تيجي تصيده يصيدك. هتشوف يا شكري بيه، واللي يضحك الاخر يضحك اكتر. مليون جنيه؟ معقول ترفض مبلغ مليون جنيه عشان لعبة بسيطة وهايفة زي دي؟ هايفة ازاي يا مدام منى؟ دي سرقة وتزوير وخيانة أمانة. ودول مليون جنيه، أنت عارف مبلغ زي ده ممكن يعمل لك إيه؟ أه عارف طبعًا. هيخليني أسيب الشقة دي وأسكن في شقة فخمة وأركب عربية وأستقيل من وظيفتي الصغيرة وأبقى بيها، مش كده؟ طب ما هو الراجل اللي عارض عليا الرشوة عنده الحاجات دي كلها وأكتر، بس ما عرفش يربي ابنه ويحميه من الضياع والإدمان، ومستعد دلوقتي يدفع كل اللي حلته عشان ينقذ ابنه من اللي هو فيه. يبقى نفعته بايه الفلوس؟ انا مش بكره الفلوس، والا ابقى انسان فقري وغبي. الفلوس مهمه قوي في حياتنا، وكلنا بنشقى ونتعب ونعمل اللي عشان نجيبها، بس المهم بنجيبها ازاي ونعمل بيها ايه. بس الناس اللي انت واقف قصادهم دول اقوى منك وهيعملوا المستحيل عشان ياذوك. ما هم عملوا ما عرفوش، بس مش هيسكتوا، دول ممكن يقتلوك. العمر واحد ورب واحد يا ست منى، يبقى خاف من ايه ومن مين غير ربنا؟ طب مش خايف تفضل شايل ملف القضيه عندك هنا في البيت؟ اكيد هيحاولوا يوصلوا له تاني وتالت وعاشر. محدش هيوصل للملف اللي على جثتي. ياه انا الوقت سرقني، لازم امشي احسن، في ناس جايين لي على البيت. انا نازل مع حضرتك. خليك ما تتعبش نفسك. لا انا نازل طبيعي عشان اعمل تليفون لحماده. انت ما عندكش تليفون هنا في البيت؟ يعني ملوش لازمه بالنسبه لي، لا بكلم حد ولا ليا حد يسال عليا. طب لو انا حبيت اكلمك هتصل بيك فين؟ ايه؟ لو حبيت اكلمك هتصل بيك فين؟ حضرتك ادي حضرتك تليفون الشغل. حضرتك ساكنة قريب من هنا؟ لا انا ساكنة في مصر الجديدة. طب وايه اللي جابك المعطل؟ كنت بزور واحدة صاحبتي. بس انت كنت بعيد عن البيوت والعمار. ما انا اصلي توت فدخلت في شوارعها غلط. فعلا اللي ما يعرفش المقطم كويس بيتوه فيه.
باي باي، هبعتذر لك. مع السلامة. أنا خلاص عرفت هو مخبي ملف القضية فين بالظبط. بكرة ولا بعده بالكتير هيكون عندك. وأنا من بكرة هخلي المحامي يكتب لك عقد الأرض والفيلا. في عقد أهم يا حياتي. إيه يا روحي؟ عقد الجواز الرسمي ولا نسيت؟ وده حاجة تنسي يا روحي. أما والله العظيم، يعني الواد ده ما كانش إدانا الورق وخد القرشين ريش بيهم نفسه. أهو لا طلع كده ولا كده، وزمانه دلوقتي قاعد يعيط ويندب ويقول يا ريتهم ياخدوا الورق ب10 جنيه. على فكرة عادل مش من النوع اللي ممكن يعيط ويندب عشان الفلوس، ولعلمك ما كانش هيديكوا الورق ده لو حتى عرضتوا عليه 10 مليون. أهو ده لا كلام يا باشا، ما أنا قلت لسعادتك أقطع دراعي إما كانت الحرب جابت صدمة للواد ده في نافوخه خلت دماغه يفوت. أصل أنا مرة قريتها مدام إن في ناس مخها فوت من كتر اللي شافوه في الحرب. أنا مش فاهم إزاي يمسكوا ناس زي دولة مناصب مهمة وحساسة في الحكومة. عندك حق يا سعادة الباشا، المناصب دي لازم يحطوا فيها عيال مطقطقة مفتحة تعرف تمشي شغلها، مش مجانين وخلل زي بسلامته. بسلامته هو والمجانين اللي زيه ضحوا في يوم من الأيام بعز شبابهم عشان يحموا اللي زيك وزيي. فاكر يا أستاذ مرسي ولا نسيت؟ ويا ريت طمر فينا أو اديناهم حقهم، ده احنا هم مستخسرين فيهم وظيفة ب 150 جنيه في الشهر وطلعناهم مجانين وخلل. على فكرة احنا طلعنا واطيين قوي يا بهوات. يا مدام أحلام يا مالها متعصبة ومتضايقة ليه؟ ما كانش لازم تفتح قدامها الحرب وشرط الحرب، انت عارف انها متعقدة من الحكاية دي. ربنا يفتينا شر العقد واصحابها. يا حسني انا عادل، كنت عايز منك خدمة في المرور عندكم، معايا نمرة عربية عايزك تكشفني على اسم صاحبها وعنوانه، ممكن؟ أهلا يا مدام منى. إيه المفاجأة الجميلة دي؟ اتفضلي. لقيت نفسي قلقانة ومتضايقة، قلت أجي أقعد معاك شوية. أنستي وشرفتي. قلقانة من إيه كفل الشر؟ بقول لك إيه؟ ما تيجي ننزل نقعد في أي حتة مفتوحة. تحت عنك، دقيقة واحدة أغير هدومي ونزل على طول. ولا أقول لك اعمل لنا كوبايتين شاي الاول. تحت امرك. تحبيه خفيف ولا تقيل؟ مظبوط. انا برضو قلت كده. كوبايتين شاي بقى، انما ايه؟ قهوه. تشربيه من هنا جيرانك في مصر الجديده يتكيفوا. سكر قد ايه؟ لا سيب لي انا احط السكر. ممكن تجيب لي قرصين اسبرين او بنادول، دماغي هتتفرتك من الصداع. يا الف سلامه، انا ما عنديش غير اوبتاليدون. اوكي ماشي اي حاجه. تحت امرك. مالك يا مدام منى؟ شكلك متضايقة وتعبانة. يعني شوية مشاكل. وبعدين أصلي معرفتش أنام خلاص امبارح. ليه خير؟ كنت عمالة أفكر. ممكن أجرأ وأسألك كنت بتفكري فيه خلاكي ما تناميش؟ فيك. في أنا؟ أي في أنا في إيه بالظبط؟ في نبلك وشهامتك وطيبة قلبك. وهبلي وعبطتي. ما تكملي. تفتكر الطيبة في الزمن ده بقت هبل وعبط؟ لا طبعا، بس الظاهر انت اللي فاكره كده. متهيألك ان انا بلعت الطعم خلاص وجايه بقى تصطادي وتاكلي من هنا وتشفها. انت تقصد ايه بالكلام ده؟ ها؟
هقول لك دلوقتي. ثانية واحدة. ده ملف القضية اللي فيه إذن النيابة أبو مليون جنيه. ممكن دلوقتي تعرف أنت مين؟ وإيه لعبتك بالظبط؟ لعبة؟ لعبة إيه دي؟ أنا ما دام أنا كشفت على نمرة عربيتك في المرور لقيتها باسم شكري عبد الهادي. تصوري اني كان ممكن اصدق اللعبه بتاعتك. قال ايه؟ في حته مقطوعه يتشق الجبل ويطلع لي واحده زي القمر راكبه عربيه فخمه تعرض عليا توصلني وتعزم نفسها في بيتي وتجرجرني في الكلام. يا سلام، ده ولا الافلام الهندي. عارف انا ما اكلتش الطعم ده؟ لاني طيب مش اهبل. عادل انا في حاجة واحدة بس عايز أعرفها. أنت رسمة على إيه؟ وكنت مطبرة تاخد الملف من عندي إزاي؟ أصل شكري بيه بتاعكم واضح إنه خبيث حبتين. لما اكتشف إن الفتوانة والبلطجة مش جايبة نتيجة معايا، حول لي سكة تانية. بعت لي حاجة حلوة أكلها عشان أتاكل وراها. قوليلي انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ أخرها لحد دلوقتي. الغايب حكيته معايا يا باشا. ما هي لو كانت خدت الملف كانت جابته وجت. ما دام ما خدتوش ايه اللي قعدها هناك لحد دلوقتي؟ يا باشا ما تقلقش. ست أحلام ست عاقلة وما تخافش عليها. بقول لك إيه؟ ما تيجي نطلع على بيت الواد اللي اسمه عادل ده. على بيت عادل؟ إزاي؟ نبص نشوف عربيته واقفة ولا لا. يكون كشف أمرها وعمل فيها حاجة. يلا بينا. طب يا باشا مش كنا ناخد معانا الرجالة؟ رجالة؟ يلا يلا. عربيتها مش موجودة. تبقى مش هنا. هتكون راحت فين يعني؟ نرجع البيت يمكن تكون روحت. سألت عند كل صحباتها ما راحتلهمش. مرسي
كل الواد ده اكتشف امرها وعمل فيها حاجه لازم نتصرف. تحب سعادتك نعمل ايه يا باشا؟ شكرا عبد الهادي موجود؟ ايوه بقول من حضرتك. ايه ده رايح فين يا استاذ؟ رايح فين؟ استاذ احنا رايح فين؟ ايه ده؟ انت؟ انا لسه بكلم لقيته اتهجم على الاوضه. اقفل الباب وما تخليش حد يدخل علينا. شكرا شكرا يا عبد الهادي. ده تسلمني ملف القضيه سليم زي ما كان. يا خليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. ملف ايه اللي سلمهولك؟ ملف القضيه اللي بعت تستنيونا تخدرني وتسرقوا. ايه ده؟ هي اخدت ملف منك؟ تصدق بايه؟ اول مره اعرف الحكايه دي. اوعى تفتكر انك بكده خلصت اللعبه لصالحك. لا، دي بدايه نهايتك. هتعمل ايه يعني؟ هتبلغ البوليس؟ هتبلغ النيابه؟ هتقول لهم خدت ملف القضيه وديته البيت واتسرق مني؟ من امتى ملفات الحكومه بتروح البيوت يا استاذ عادل؟ اللعبه انتهت. واذا حاولت تبلغ البوليس او النيابه او تتكلم في الحكايه دي تاني، اول واحد هلبسها انت. ما يهمنيش اني البسها واروح في 60 داهيه. المهم هجرجرك معايا لسابع حرب. ليه يا ابن الصيطة والمشاكل دي كلها؟ ما تمشي امورك بالهداوة احسن لك. رغم ان الملف معايا في ايدي دلوقتي، انما ما عنديش مانع اديك الحلاوة اللي متفقين عليها. قلت ايه؟ قلت قدامك ساعة زمن. يا ترجع الملف وتنقذ نفسك، يا النهارده مش هيعدي عليك. في الحالة دي بقى مضطر اقول لك اعلى مفخلك اركبه. اتفضل. اتفضل من غير ما ترد. أحلام خدت الملف يا مرسي. أيوه بس المهم راحت بيه فين؟ دي ملهاش أي أثر في أي حد. أنا خايف تكون عملت حادثة. سكت المقطم وحشة أوي وهي سويتها زي السفت. المهم الجرع اللي اسمه عادل ده هنعمل فيه إيه؟ مالناش دخل بيه دلوقتي. مالناش دخل بيه إزاي؟ ده ممكن يروح يبلغ زي ما قال ويفتح علينا مليون مصيبة. مش هيقدر. لأنه لو بلغ هو اللي هيلبس القضية. عليك كام عشان تلعب عليا اللعبة القذرة دي؟ ما تخافش، الملف زي ما هو والأوراق كلها سليمة. استني عنك، أنت مين؟ ما افتكرش يهمك تعرف أنا. بالعكس، يهمني جدا أعرف مين الهانم اللي قدرت تستغفرني وتضحك عليا. انت ازاي جالك قلب تخوني انسان فتح لك بيته وائتمنك على سره؟ انتوا ازاي بتعملوا البلاوي دي كده بمنتهى البساطه؟ ازاي؟ ضعف، ضعف انساني. ما هو مش كل الناس اقوياء زيك يا استاذ عادل. على اي حال مش بعيد على واحده باعت نفسها انها تبيع غيرها. ارجوك ما فيش جهد تجريح. الاوراق عندك اهي وكلها سليمه. كان هيدفع لك كام في الحكايه دي؟ يهمك تعرف؟ يعني عشان اخد فكره. واعرف اللي زيك بيبقى تمنهم كام بالظبط. لو كنت سلمته الملف كان هيكتب لي فيلا في المعادي بحوالي 3 مليون. ياه، ده انتوا سعركم بقى في العالي قوي. بس انا ما سلمتوش الملف. طب ليه؟ عشان يبقى عندي حاجه افتخر بيها زيك. وانت بقى بتشتغلي عنده ولا واحده من عشيقاته؟ انا مراته. انت مرات شكري عبد الهادي؟ منى. انا اسمي احلام. معناته ايه الكلام ده؟ يا باشا احنا سألنا عليها في الاقسام والمستشفيات، ملهاش أي أثر. يعني هتكون راحت فين؟ طارت؟ أحلام! أحلام! كنت فين؟ أديني أهو. أديك أهو ده إيه؟ قلبنا عليك الدنيا. مالك يا أحلام؟ تعبانة شوية، يعني إذنك. فين الملف؟ بكرة يكون عندك. بكرة يعني إيه؟
يعني ما جاتش فرصة اخده. احلام اسمعي، عادل جاني النهارده الصبح في المكتب وهددني انه هيبلغ وهيقلب الدنيا لو ما رجعتلوش الملف اللي انت خدتيه منه بعد ما خدرتيه. فين الملف يا احلام؟ انا عندي وعد ليك، عاد الفيلا والارض انا ماضيه وتحت امرك. مش عايز عقود ولا ارض ولا فيلا. بس انا عاوز الملف، وديتيه فين؟ رجعته لصاحبه. صاحبه؟ صاحبه ده مين؟ عادل سكرتير النياب. انت بتعرجي ولا حاجه؟ ده اللي حصل، ويكون في علمك انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص بعد كده، وما دخلنيش فيه باي شكل. انا ما عنديش استعداد اروح في داهيه وادخل السجن. تعالي هنا. يا ريت لو فيها رزاله تفهميني شويه الكلام اللي انت قلتيهم دول، لحسن مش داخلين دماغي حبتين. اللي قلته مش محتاج ذكاء كبير عشان يتفهم. الملف ده لو اختفى عادل اكيد هيبلغ او هيدخلوا تحقيق، ولو نطق باللي حصل كلنا هنروح في حديد وانا اولكم. عشان كده رجعت له الملف. انا ما عنديش استعداد ادخل السجن عشان ادفع ثمن غلطه عملها تامر ابنك. رغم ان كلامك منطقي انما مش داخل دماغي. لكن داخل دماغي انا، والحمد لله اني صلحت الموضوع وانقذت روحي في اخر لحظه. عندك حق. اسمع يا مرسي، عاوزك تروح للواد ده وتجيب لي خبره في بحر ساعات. اجمع اي ناس واديهم اي فلوس هم عاوزينها. المهم ما يعديش عليه بكره الا هو في المرشحه. شكري، لازم تعرف ان عادل لو اتاذى باي شكل كلنا هنروح في داهيه. اذا ما كنتش خايف علينا وعلى نفسك خاف على ابنك، لانه اول واحد واكتر واحد هيتضرر في الحكايه دي. تصوري لو ما كنتش عارف قد ايه بتحبيني انا وابني كنت افتكرت ان خوفك ده عليه مش علينا. احلام مين؟ يا عادل انا احلام. ايه؟ عادل خد بعضك دلوقتي واحده. شكري هيبعت ناس عشان يقتلوك. طب خد نفسك بس وفهميني ايه اللي حصل؟ احسن حاجه تنزل دلوقتي حالا تبلغ البوليس. طب اهدي بس، اهدي وتعالي فهميني. كل شيء ترتب وبقى تمام التمام. اي خطوه هيخطيها انا مصدر له فيها الموت، من اما يروح هيلاقي عزرائيل قدامه. عارف لو نفد منكم المره دي مفيش قوه في العالم هتخلصك انت من ايدي. يا باشا اللي حصل المره اللي فاتت ان احنا كنا مستقلين بيه شويه، انما المره دي انا مرتب له ترتيب يليق بمقامه. انا جايب له ناس اكل عيشهم من ورا الموت وضرب الرصاص والدم. تفتكر شكري هيعمل ايه؟ ما تشغليش بالك، يعمل اللي يعمله. انا خايفه قوي يا عادل. ما تخافيش، شكلك مرهق وتعبان قوي، لازم تنامي شويه. والصباح رباح. انا مستحيل هيجيني نوم. ايوه بس انت لازم ترتاحي، انا كمان هتمدد ساعتين. الظاهر بكره هيبقى يوم غريب. اتفضلي. لو عاوزت اي حاجه انا في الاوضه جنبك، انده علي. النور اتقطع. اتقطع
قطع طبيعي ولا يكونوا قطعوه بالقصر عشان يتهجموا علينا؟ اهدي بس ثانية واحدة. لا الشارع كله النور مقطوع فيه. ثانية واحدة اجيب شمع. شوف يا أحلام، أنا هنزل دلوقتي أروح على المكتب أخلي رئيس النيابة يأشر على الملف، بعد كده هطلع على المحكمة أسلمه هناك. المهم بعد ما أنزل بخمس دقايق انزلي أنت وقعدي في أي مكان عام لحد الساعة 3، هتلاقيني مستنيك قدام باب دار القضاء العالي. ساعتها هنشوف هنعمل إيه. اتفضل يا استاذ عادل. Thank you.
ملف قضيه ابن شكري عبد الهادي عشان ياثر عليه، فاضطرينا نخسر الدولاب بتاعك. الملف انت كنت حاطه فين؟ مش مهم حسين بفين، راح المحكمه عشان عنده بلد. عادل خير. فتحي جوز اختك شرح لي حكايتك مع شكري عبد الهادي. انت ازاي ما بلغتنيش بالمواضيع دي كلها؟ ما جاتش مناسبه. المهم ملف القضيه اهو صاغ سليم، يا ريت سعادتك تأشر عليه عشان اطلع اسلمه. ملف ايه وتأشيره ايه يا عادل؟ انت جسمك بينزف ولازم تروح مستشفى حالا. أشر سعادتك الاول وبعدين اروح اي مكان. اتفضل يا عادل، يلا بقى نطلع على المستشفى. اطلب لي سعادتك الاسعاف على ما اسلم الملف فوق.